احنا نعرف انه في ارتباط كبير بين النوم وارتفاع معدل السمنه، وان كان غير مباشر لكن في ارتباط بينهم. اي لخبطه في ساعات النوم بتغير لك جميع هرمونات الجسم، وبالتالي اي انسان عنده لخبطه في خلينا نقول لك معاكس للناس حتلقى مزاجه متعكر، وهذا دائما تلاحظها في الناس اللي عندهم دوامهم شفت الليلي. نعم، فدائما تلقى مزاجه متعكر لانه انت مستويات الهرمونات عندك طالعه نازله، وبالتالي الا شخص امضى سنوات وهو عاد على هذا الوضع تكيف جسمه على وضع اللخبطه اللي صار، فكانك هذا تقول هذا نظام حياتك. اما شخص يبدا يغير في طريقه نومه، انت بتغير هرمونات الجسم عندك، افرازات او مواعيد افرازات الهرمون اللي تكون بشكل يومي، وبالتالي انت تفتح عندك شراهه في الاكل. اللي يصير انه احنا ليش دائما نتكلم عن فترات معينه اللي هو فتره الفطور والغداء والعشاء لاوقات معينه من في اليوم، انت كانك تقلبها كلها في الليل. انا الطبيعي انت مع نشاطك البدني، ليش دائما نقول ركز على التغذيه في او ركز على نوعيه التغذيه في فتره الغداء، لانك انت ما زلت في وقت النهار، فارتفاع عندك عمليات الحرق حتكون عاليه. اما في الليل غالبا الناس يعني بيتعشى وما راح يسوي رياضه، ونسبه الرياضه تكون بسيطه وبعدها ينام، فانت قلبت نظام حياتك، فصارت نسبه السمنه دائما في الليل. ترى وتلاحظ الانسان ياكل اكثر، لان اذا انت جالس في البيت وما تنام مثلا الى 4 الفجر ما عندك شيء تسويه، تأكل. لا هو عمل ما كل تاكل طبعا. اذا هذه علاقه غير مباشره، علاقه غير مباشره، يعني نم عشان ما تفتح على نفسك على ما تبطى اكبر، لكن علاقه مباشره ان اذا نمت نزل الوزن؟ لا لا لا، هذا ما غير موجود، لانه اكبر او اقرب